روبرت سامول ابتكر لنفسه مهنة مربحة. أي شخص في نيويورك يكره الطوابير الطويلة يمكنه استئجار سامول ليقف مكانه في الطابور مقابل $25 في الساعة. الفكرة جاءت لسامول بعدما باع مكانه في طابور انتظار هاتف ايفون الجديد مقابل $325، فقرر أن يكون رجل الطوابير والذي ينجز العمل الممل للكثير من سكان نيويورك. سامول أسس شركته الخاصة التي ترسل لك شخصا يقف بدلا منك في الطابور بمجرد الاتصال بهم. واين الواين الذي قام بالأداء الصوتي لميكي ماوس تزوج من التي قامت بالأداء الصوتي لميني ماوس، ويسي تايلر. في الحقيقة في عام 1989 قامت شركة نايك للأحذية بعمل إعلان بالاستعانة بأحد القبائل الكينية وهم يرتدون الأحذية. أحدهم قال جملة ترجمت في الإعلان إلى شعار الشركة الشهير Just Do It. عالم الانثروبولوجيا لي كروك صرح أن الرجل لم يقل الشعار بل قال: لا أريد هذا، أعطني حذاء أكبر. المسؤولة في شركة نايك إليزابيث دولن صرحت بعدها: لم نكن نعلم أن هناك من سيفهم الكلمات التي قالها رجل من قبائل كينيا البدائية. إذا كنت تخطئ أحيانا في معرفة اليمين من اليسار فلا تقلق أبدا حيال ذلك، فأكثر من 15% من البشر على أقل تقدير يخطئون في ذلك باستمرار. معرفة الاتجاهات هي عملية عصبية معقدة وتتطلب تداخلا بين وظائف عديدة كاللغة والإبصار والذاكرة، مما يجعل الأمر تحديا للعديد من الناس، وأي تشتيت قد يؤخر إدراكهم لليسار واليمين. هل لك أن تتخيل أن سكان المنطقة الزرقاء في هذه الخريطة عددهم يساوي 5% من سكان العالم، وأن تلك البقعة الحمراء الصغيرة أيضا تساوي 5% وحدها، أي يسكنها نفس العدد، وأن بقية 90% من سكان العالم تسكن في المنطقة البيضاء؟ الأغرب أن تلك البقعة الحمراء هي عبارة عن دولة بنغلاديش وثلاث مقاطعات من الهند، هم بيهار وقرخند وغرب البنجال فقط. فكما يوجد سوء توزيع للثروة في العالم، كذلك يوجد سوء توزيع في المساحة والأراضي. إذا انتحر شخص في اليابان عبر السكك الحديدية قفزا من القطار أو وقوفا أمامه، فإن شركات القطار تطالب عائلة المنتحر بتعويض وتحصل على غرامات قد تصل إلى 1,000,000 ين بسبب الأضرار التي تسبب فيها المنتحر من تعطيل لحركة القطارات والأضرار المادية الأخرى. من عجائب خلق الله في الأم وفضلها أنه عندما يتعرض الرضيع إلى جراثيم أو ميكروبات في الحياة اليومية أثناء الرضاعة الطبيعية، تنتقل تلك الجراثيم للأم، ثم يكون جسمها أجساما مضادة لتلك الجراثيم وتنتقل لجسم الطفل أثناء الرضاعة التالية، فمناعة الأطفال الرضع تكون ضعيفة مقارنة بالبالغين، وهذا ما يعوضه الاتصال بين الأم وطفلها عبر الرضاعة. نشرت مجلة ناشونال جيوغرافيك تحقيقا بعنوان أمريكا تغير وجهها. يظهر تحقيق النتيجة المذهلة لتغير الأشكال في الولايات المتحدة بسبب التزاوج بين الأعراق المختلفة، وهذه بعض الصور التي نشرها التقرير تظهر تغير الأشكال بناء على أصول الوالدين. وطبقا لهذا التقرير فمن المنتظر نشأة عرق جديد بأمريكا خلال 200 عام من الآن يكون له مواصفاته الشكلية الخاصة. إنتاج صوتي لأوديو لابي. اشترك في قناة أوديو لابي على اليوتيوب للاستمتاع بجديد الكتب والملفات الصوتية الرائعة والمجانية. أوديو لابي، شارك المعرفة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.